طيب قال نريد تعريف لجمعية إحياء التراث، وما علاقة الدين بالتراث، وهل هي سلفية؟ جمعية إحياء التراث جمعية تابعة لواحد اسمه عبد الرحمن عبد الخالق، وده طبعا الدقة مقلب في كثير من المجموعات اللافة الليلة دي. لما تلقى أنصار السنة شغلتهم اتلخبطت، وبهناك جمعية شغلتها اتلخبطت كلها، وبقوا أقرب إلى الأخوان المسلمين. شغلتهم دي شغلة بتاعت أخوان مسلمين، ليس إلا عبارة عن تلطف مع التصوف، وعلاقات حميمة مع الطرق الصوفية، وسكوت عن التوحيد، واستهبال في الدعوة. كل ده نتيجة لمنهج بتاع رجل واحد. وصو شفتها على مر الأزمان، الضلال ده بيبدأ واحد، تعرف واحد بس بيجيب له فكرة بقلب الحلة كلها، بعد شوية بقلب البلد شت. فالرجل ده عبد الرحمن عبد الخالق ده زعيم جمعية إحياء التراث، ودي السيتة بتشوفها في اليافطات بتاعة أنصار السنة، مما تلقى يقول لك هذا البرنامج أعدته جماعة أنصار السنة بالتعاون، مما تلقى بالتعاون دي، أنت قالوا ده التعاون الزمان ده بتاع الحجار البطارية، لا لا، بالتعاون معناه ده قروش، بالقروش بتاعة إحياء التراث، مما تلقى بالتعاون معناه عرب بالقروش بتاعة إحياء التراث. إحياء التراث بتديك قروش سايتة قايلة، تديك قروش مع منهج الإخوان المسلمين، وخربوا بها الشغلة كلها خربوها بقريشات تكمل، ومعاه المنهج الفاسد الخرب. ولذلك أي داعية مما يقول لك أنا شغال مع إحياء التراث ولا بتعاون معاه، أنفض إيدك منه، ده ما نافع، لأنه ده الإخوان مسلمون ويتعاملوا بالمنهج الإخواني. أتحداك جيب لي مشروع واحد بتدعم إحياء التراث ضد التصوف، ضد الصوفية، أنت لقاك كتاب واحد، في كتاب مؤلف واحد كتبته إحياء التراث ضد الصوفية، أنت عارف ده كان بالغ ويقول لك الشيعة ويكتبوا عن الشيعة، أنت قال بيكتبوا عن الشيعة ليه؟ عشان الشيعة خطر؟ لا لا لا، ما عشان الشيعة خطر على الإسلام، الشيعة أخطر من الصوفية، دي معلومة إحنا عارفينها وأنت عارفها كويس، لكن بيكتبوا عن مواضيع الشيعة لأنه دي مواضيع بتجيب قروش، ده كل الفهم، فهمت كلامي؟ كل ده هوس، ما في حاجة اسمها جمعية إحياء تراث، ما في جمعية من الجمعيات أنت تنتمي لها، أنت مسلم، ربنا نزل لك كتاب، ربنا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب، كتاب قرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، دي السنة، يعني أنت عندك قرآن ده دليلك والهادي، ها، وعندك سنة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، بس يعني ما عندك شغلة تقول لك تعال انضم معنا، انضم مع منو؟ الله يهديك، انضم مع منو تاني؟ القرآن موجود، تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، اثنين ديل وتفهمهم زي ما فهمهم الصحابة، ده الدين انتهى كده، ما في حاجة تانية، بس انتهى الدين، صحابة تابعين علماء الأمة يفسروا لك، تفهم الآية، تفهم الحديث، تعبد ربك، تاني في حاجة يا أخواننا؟ وهذا يقول لك والله أنا عضو، عضو أين؟ الله يكفينا شرك، عضو في شنو؟ عضو والله عضو بارز، بارز وين؟ والبرزك منه ذاته أنت؟ يقول لك عضو بارز في جمعية فلان، هذا الجمعية بتاع عشان نروح كده والله تطقك، يلا، ولا دي لخبطة الدين ذاته، كون بتاع صوفية ما جاي، بهناك كون بتاع أنصار سنة، بهنا كون بتاع حزب تحرير، ده كمان رافع ليه يافطة سوداء، واليافطة البيضاء نجحت رافع لك سوداء، داك بهناك رافع لها يافطة خضراء، كله ما نافع في النهاية، كله يفط دلقان بهني لملمة كلها عبارة عن كيمان بتاعت قروش، أنت عارف دي زي العظام، شفت العظم؟ مش بتلقى لك عظم واقع جاي في نمل ملموم فيه، بس في عظم هني وفي عظم هناك وفي عظم بغادي، وكل هذه شفتها عبارة عن سبل بتاع الضلالة، أبعد منها كلها واتعلم أنت فاضي؟ يا أخي أتعلم لك آيتين، أتعلم لك حديث حديثين، أعبد ربك، سبح الله،
أسي دار لا جمعية يعني هسه أنا أقعد في الوقت أقول سبحان الله وبحمدي دي دار جمعية ها يا ناس الله هديكم دي دار لا جماعة هسه أقول لك لا لا والله لا بد تنتمي أنتمي لشنو يا زول أنا دار أعبد الله دار أصلي على النبي بس أقعد في الوقت دي ولا أجيب على حيلي ولا راكب في المواصلات بقول اللهم صل على نبينا محمد دي مش عبادة دي دار لا جمعية لا بد تكون عضو دي دار لا سبحة كوم شايلة صوفي تلقاه ماشي يا الله في الوطة شايلة سبحة شوال انت بليد دي دار لا سبحة هسا صلي على النبي ساي قول لك لا دار عدة وانت لا يعني خايف ياكلوك فيها بعدين ولا شنو لا قول لك عندي عدد مو نلقى لك سوى عدد خليها ساي الله قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب رقيب عتيد اكتب رقيب براقب اي عمل بتاعك عتيد ده شغله يعني معدل الموضوع ده بس انت خايف يشيلوا منك شيء يعني لا انا قاعد كله ما ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ما في ظلم يا ناس ولا هضم هضم ده ينقصوا حقك ما في ينقصوا لك حاجه ده شايل لي سبحه وداك بهناك ملموم لي شوف انا بديك نصيحه كل هذه الجماعات كلها جماعات عاملة فيها سلفية ولا جماعات عاملة فيها غير سلفية كلها دي على باطل دار تعبد ربك اعبده على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ده الموضوع ودي ده خلاصة دعوتنا نحن شفت احنا كلامنا في الحلقة دي كله خلاصه هنا تعبد الله براو وتعبده زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تاني ما في اي حاجة شنو جمعيات ولملمة وكل رباطة تلموا في حتة ودار ياكلوا باسمك انت من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.